شايف اللعبة كلها مركزة، وإن شاء الله نقدر نعمل ماتش كويس بإذن الله، ونقدر نفرح بجمهور النادي الأهلي. الجماهير كلها طبعا بتتكلم زي ما هي عايزة، طبعا نفسهم إن احنا نوصل لماتش بايرن ميونخ. أكيد طبعا، واحنا أكيد نفس النظام بالظبط، عايزين نوصل لماتش بايرن ميونخ. بس احنا كلاعيبه وكجهاز وكإدارة، لا، تفكيرنا بيبقى تفكير مختلف تماما، اللي احنا بناخد كل حاجة لوحدها، ماتش لوحده، ونفكر في ماتش الذهاب الأول. بالتأكيد عندها عدد من المحترفين على مستوى عالي جدا، ان شاء الله الرحمن نكون موفقين في التعامل معاهم، وباذن الله يعني نقدم مباراه كويسه ونقدر ان احنا نروح لنقطه بعيده في البطوله باذن الله. عندنا اجتماع مع الفيفا خاص بالامور اللي هي امور تحكيميه، التعامل مع الحالات، شرح الحالات كتير قوي عشان يبقى اللعيبه عندها ادراك بحاجات كتير. حتى في الفار نفسه برضو جاب حالات، يعني كنا عايزين نوري له، احنا انت عايز تقول حاجه، كنا عايزين نوري له الحالات اللي عندنا. شاهدناه امس في وصول الاهلي، انا شخصيا ما شفتش، نادر، واني شفت جمهور يستقبل رئيس النادي بهذه الطريقه.